مساء الخير. نقطة ضعف المرأة الثلاثينية مهما بلغت قوتها رح تسلمك نفسها فورا، والمقصود بأنه تسلمك نفسها مش يعني أنت عم تستغلها أو عم بتحاول تستغلها، المقصود أنه أنت تكون صادق معها. يعني أبدا هالنقاط مش عم نذكرها لحتى أنت تستغل هيدي النقاط من أجل استغلال المرأة أو التلاعب فيها، فقط بتستعملهم لما تكون نيتك طيبة وبالفعل تريد ارتباط جدي وعلاقة جدية وحب صادق مع هيدي المرأة، حتى إذا أصغر منها، لأن دايما بيوصلني كيف بعلق المرأة إذا هي أكبر مني. حتى إذا أنت أصغر منها بالعمر كمان قادر تعلقها باستعمال هيدي الطرق، أو سواء كنت بنفس عمرها أو أكبر منها. أول نقطة هي الثقة، هني نقطتين ضعف. أول نقطة هي الثقة. نقطة ضعف المرأة الثلاثينية هي خاصة المرأة كمان المرأة المحترمة، كمان هون بدي حط بين أوسان، مش عم نحكي عن المرأة الحورية أو المرأة المتلاعبة. معروف لأنه المرأة المتلاعبة نقطة ضعف الوحيدة هي المال، يعني ما بدها غير المصاري من الرجل وما بهمها أي شيء سوى المال. ولكن هون عم نحكي عن المرأة الجدية والصادقة، ومش المرأة المتلاعبة أو المرأة الحورية. إذن أول نقطة ضعف هي الثقة. كيف يعني الثقة؟ المرأة بعمر الثلاثينات بتنضج، بتوصل لمرحلة النضوج، يعني بتصير تفكر بالعلاقات بشكل جدي وبشكل يعني بتبطل مثل مرحلة العشرينات أو المراهقة تاخذ الأمور شوي باستهتار أو باستخفاف، ولربما بيكون قاطع عليها تجارب. لأن بدي شير لنقطة، المرأة اللي بتوصل للثلاثينات وبعدها مش مرتبطة أبدا أو ارتبطت وتركت، هي بتكون بالحقيقة وبنسبة كتير كبيرة قطعت بتجارب سيئة، يعني قطعت بتجربة خيانة، بتجربة انه حدا استغلها، بتجربة انه حدا لعب بمشاعرها او وعدها بالزواج وما تزوجها وغيرها من الامور. فكل هيدي التجارب بتشكل عندها نوع من العقدة، خلينا نقول مش العقدة يعني المرضية، ولكن بصير في عندها حساسية زيادة عن اللزوم بطريقة بتصير بدها رجل توثق فيه 100%. يعني بدك تحسسها انك محط ثقة قادرة تعتمد عليك، قادرة انه هي تحكي معك بالامور اللي بتزعجها وانك تسمع لها. يعني مش بس بدك تحكي معها بالامور الجنسية، هيدي النقطة كتير انتبه منها، ومش بس اذا بدك تطلب منها طلب وهي ما لبت لك اياه تروح وتكتشف انك صرت عم تحكي مع بنت تانية او عم بتخونها او بطلت ترد عليها. هيدي النقاط حذاري انك تعملها مع المرأة الثلاثينية. بدك تحسسها بالثقة، كمان ما تحكي معها من ضمن خطوات الثقة انك ما تحكي معها دايما بالامور الجنسية، ما تسألها أسئلة خاصة بتحس إنه هي محرجة تجاوبك عليها. أيضا ما تبين لها إنه أنت فقط تريد إنه تتملكها، يعني بدك هي بس تسمع لك أنت تحكي وهي تلبي أوامرك وتلبي طلباتك. لا، بدك تحاول أنت أيضا تسمع لمشاكلها، تسمع للأمور اللي هي حابة تحكيها. يعني ما تفرض عليها إشياء بتلاقي إنه هي مش حابة تحكي فيها، وخاصة الأمور الجنسية. يعني ما يكون كل محور حديثك أمور خاصة أو أمور حميمة. حاول تبلش معها بأسلوب عادي، يعني كأنك عم تتعرف بطريقة عادية لتعرف هي مثلا شو بتحب شو ما بتحب، شو الأشياء اللي بتزعجها، شو الأشياء اللي بتخليها هي تكون مبسوطة. هيدي الأمور كثير بتساعد بالوصول لقلبها وبكسب ثقتها. عشرت انك ما تكون عم بتمثل، يعني مش تمثل هالامور فقط لتعلقها فيك ومن بعدها تستغلها، لا، تكون من قلبك بالفعل. لانه المرأة عندها قدرة على او عندها حدس وحاسة سادسة، تقدر تكتشف الرجل اللي عم بيمثل عليها الثقة والاهتمام لمجرد استغلالها، وبين الرجل اللي بالفعل بحبها من كل قلبه وعنده عواطف صادقة تجاهها. تاني نقطة كمان مهمة هي النضوج. نضوج يعني ما تحسسها انك مراهق،
انه عندك اهتمامات طفولية او طايش او ما عندك خطط مستقبلية او شخص فاشل بعلمك وفاشل بعملك، يعني عايش على هامش المجتمع. لا، النضوج يعني انت شخص ناضج، مش كل همك التسلية ولا كل همك انك تروح تقعد على المقاهي او تروح تظهر مع شلة الاصحاب. هيدي الامور بتبين انك بعدك مراهق او بعدك عم بتعيش طفولة متأخرة. هيدا الشيء كتير بتنفر منه المرأة. بينما اذا حسيتك ناضج بمعنى شخص بتخبرها بتحكي لها عن مستقبلك، عن خططك العملية، عن نجاحك بحياتك العملية، حتى إذا أنت مش ناجح وما معك كتير خلينا نقول رصيد مالي، إذا بدنا نحكي بخصوص المال، بدك تحاول تبين لها حتى إذا كنت غير متمكن بالعمل أو من الناحية المادية إنه أنت شخص تسعى لتحسين وضعك المادي، تسعى لتحسين وضعك العملي دائما عن طريق الخطط العملية المستقبلية، ومش كل همك بس السهر والمقاهي وشلة الأصحاب وغيرها من الأمور. طبعا لاستشاراتكم الخاصة أو لتحليل الصورة بتقدروا تتواصلوا معي عبر الروابط اللي تركت لكم إياها بأسفل الفيديو أو بأول تعليق.